ماتش مهم جدا جدا جدا. احنا دلوقتي في نهايه السبق، هشبهه كده بسباق الفروسيه او سباق الحصينه زي ما احنا بنقول. انت كده بينك وبين المنافس كان راس براس، ولكن انت متقدم حاجه بسيطه قوي، متقدم حاجه بسيطه قوي. انت لحد دلوقتي، لحد دلوقتي متفوق بالاهداف وبالمواجهات المباشره، متفوق بالاهداف والمواجهات المباشره. هنفضل كده، هنفضل كده ان شاء الله باذن الله، نحسمها نحسمها لو فضلنا كده وكسبانين كل ماتشاتنا اللي جايه. لا قدر الله، لا قدر الله في المراحل ديت لو اتعادلت ماتش هتفرق جامد قوي 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 لصالح المنافس. حسم الدوري، حسم الدوري في ال 20 يوم اللي جايين او ال 19 يوم اللي جايين محتاج تركيز عالي قوي قوي قوي. زي ما شفنا مستر موسيماني عمل اجتماع مع اللعيبه امبارح وقال لهم الفتره اللي جايه دي اصعب فتره ولازم نقاتل، وهو فعلا كده، هي فعلا الفتره دي مرحله صعبه جدا، لان زي ما بقول لحضرتك انت ماشي راس براس وانت متقدم حاجه بسيطه عنه. لا قدر الله، لا قدر الله اي تعادل او اي وقعه، يعني تبقى الامور بتصعب الامور على نفسك شويه، بتصعب الامور على نفسك لانك يعني ما بقتش الامور في ايدك، الامور تستنى بقى الخصم يقع، خصم يتعادل، خصم يفقد نقطتين. فالامور حتى الان ما زالت في ايدينا، حتى الان ما زالت في ايدينا، وعندنا ثقه، كل الجماهير عندها ثقه في الجهاز الفني وفي اللعيبه وفي المنظومه ككل. زي ما بنقول كل مره، الفتره دي اهم فتره في مرحله الدوري. احنا خلصنا الماتشات المؤجله، خلاص لعبناها كلها، بقت دلوقتي مباراه مباراه للخصم، مباراه مباراه للخصم. طول ما انت ماشي ماشي كويس يعني وبتكسب خلاص مفيش مشكله، بالعكس لما انت بتمشي كويس احيانا الخصم بيقع، بتنقل له الضغوط. انت لما بتكسب ماتش وبتعديه ارتحت، استريحت من ضغوط ماتش ونقلت الضغوط دي للخصم. انا عارف الكلام اللي انا بقوله كويس قوي 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 قوي. انت لما بتكسب ماتش بتنقل الضغوط للخصم. ال 20 يوم دول فيهم سبع ماتشات والخصم هيلعب سبع ماتشات، لو احنا الاثنين كسبنا مبروك علينا الدوري، لو احنا الاثنين كسبنا مبروك علينا الدوري، مبروك على النادي الاهلي الدوري. احنا عارفين وطول عمرنا بنقول واتمنى انها تفضل لحد الاخر ان شاء الله. الفتره اللي جايه فتره صعبه قوي، اللي هي كل 72 ساعه مباراه، دي يعني 48 ساعه بتعدي وثالث يوم على طول مباراه، فالفتره صعبه قوي قوي قوي. اتمنى ان النادي الاهلي تبقى الامور في ايده لحد اخر مباراه، اتمنى ان النادي الاهلي تبقى الامور هو اللي ماسكها ومستحوذ عليها في ايده لحد اخر مباراه. مش عايزين نخش بقى في ايه يعني حسبه مرق. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نبعد عن التعادل او لا قدر الله الهزيمه.